رح نحتاج لدجاج مسحب من الجزيرة، بيض، طحين، قرشلة، بابريكا، بودرة ثوم، خس، وكمان بندورة، زيت زيتون، مخلل خيار، مايونيز، كاتشب وخل. هلأ عندي هون دجاج مقطعته بهذا الحجم، تمام؟ اوكي، مكعبات يعني هو ناجتس بتقدري تقوليهم، بتقدري تقولي مكعبات وسط، تمام؟ عندي بيض، عندي القرشلة أو البانكو عم بستخدم أنا. رح أحط عليهم البابريكا وبودرة الثوم عشان يكون كل النكهات هون. بتعتمدي كثير على بودرة الثوم أكثر من الثوم المدقوق، صح؟ يعني في فرق بشوي بالنكهة؟ كثير، مو شوي. كثير فرق بالنكهة. هلا أي إشي بيروح منه المي بتغير طعمه. فأنتي هون عندك ثوم مجفف. طيب رح احركهم بس عشان كل البانكو يصير او القرشله يصير عليها النكهه. بعدين الخطوات هيك، سمي بام بام هيك اسهل. اوكي، اول اشي رح نحط طحين، بيض، قرشله بالزيت السخن. والزيت احنا اوريدي عم نحميه. بالضبط، احنا الزيت عم بستخدم زيت شعبان. كيف بدي اعرف انه حمي؟ بنزل شويه قرشله عليه يحمي. تمام، بحط على الدجاج طحين. هلا هذا بخليه يكون كريسبي لين الطحين. الطحين بيخلي البيض يمسك على الدجاج. اوكي، عرفتي؟ هذا اللي بخليه يكون كريسبي شكله. كمان هلا بعد الطحين بيض، بعد البيض قرشله. هلا بدي احكي لك شغله، اشي كثير حلو للاطفال اذا عم نحكي اليوم عن الامهات العاملات. بعد ما اعمله بهاي الطريقه بحطه بالفريزر. حلو. وبأي وقت بدي اياه بطول، يعني يوم جمعه انت معطله بتعملي هاي الخلطه بتحطيهم بالفريزر، وبيوم انت مشغوله او عندك الزيت ما حمي، مو مشكله. بس هي الفكره بشكل عام زي ما قلتي انت عم يعني فهمتينا بالضبط كيف الواحد بيجيب الناجتس. فانت كيف عم نعمله بالبيت؟ والله كيف تعمليه بالبيت؟ الحركه ممتازه. انا هيني عم بعطيكم الطريقه، انه تحط اول شيء طحين، برجع بعيد ليش طحين اول عشان يمسك البيض على الدجاج. بعدين بحطه باي نوع قرشله، ممكن كورن فليكس، ممكن تشيبس، نوع تشيبس معين، ممكن قرشله عادي خبز محمص يعني. حلو. ممكن زي هون عم بستخدم البانكو، صار في كثير انواع بالسوق لقرشله متنوعة صراحة. وبهيك الواحد بكون يعني ابتعد شوي عن الملل والروتين بالأكل، خاصة للصغار. وبتكوني عارفة إيش الإشي بالضبط، إذا للصغار تكوني عارفة شو اللي عم بتطعميهم إياه. بتعرفي بدي أصبح كمان أو أمسي على مجموعة من الأشخاص اللي عم بتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. في عبد الله منصور منورين، يسعد اوقاتكم كمان، صباحكم كيفكم منورين. اهم شيء الريحه، يا بي الريحه واصله لعندي بتقول لك انا هذا الشيء لازم نخترعه يا جماعه. تعليقا على الريحه، انا الناس دائما بيعلقوا علي انه شف انت بهمك الريحه اكثر من الطعم شكله. 100%. لا اكيد لا، يعني هلا اكيد بهمني الطعم كمان، بس انا بعشق ريحه الاكل. ما انا هذا اللي ناقشتك فيه المره الماضيه، كنت يا جماعه تحت الهوا بدي اخبركم شو حكيت للين. بقولها لين انه انا زمان ما كنت اكل الاكل مثلا الباميه، ما كنت اكل الفاصوليا، هاي الاكلات اللي هي تقليديه، بس ما بعرف يا شيخ ما حدا بيحبها يعني بسهوله. ما بعرف بس ليه بس طبختها صرت احبها، ما بعرف، يمكن مع الريحه. هي الريحه صدقيني، الريحه الريحه. اسمعي، لما يكون الاكل ريحته زاكي انا بالنسبه لي بجذبني، يعني انه خلص بخليني جد بدي اكل. بتعرفي هذا الاشي انا بفسره كمان باشخاص كثير بيكونوا مثلا اعمل لك معي سندويشه، لا ما بدي، بشوفوكي بتاكلي بشموا الريحه بصير اخذ منك لقمه. على فكره انا هيك باغلب الاوقات لما اشوف حدا بده يقوم، لا ما تعمل لي، بصير يبلش ياكل بندم اني ما قلت، بصير اكل من الاكل الجاهز طبعا. طيب وبتحبي حدا يعمل معك هيك مشاركه بصحنك؟ ما كملتش السؤال. بتعرفي انه النسبه زياده عن اللزوم للاشخاص اللي ما بيحبوا المشاركه. اي دونت شير فود، يعني انا بعدين في عندي طبع، في اللقمه الاخيره بصحني دائما هاي شكلها غير عن كل اللقم. بيكون في مثلا اذا عم باكل منسف، هلا انا باكل بايدي بس انه يعني صح وعافيه على قلبك بتكور لين وبتاكل، بس اخر لقمه لازم يكون عليها سمنه زياده
ولوز وقطعه لحمه اللي انا مشتهيتها. تخيلي حدا يجي يقرب، بابا لما بده يستفزني ايش بيعمل؟ بياخذ ينكش مخ علي، بيكون بياكل اخر لقمه بيكون عارفها. طب ما بتحسي حالك هيك يعني؟ حلو الواحد يعني لو انا وياك طلعنا بنفترض هلا على مطعم وانا مش حابه كثير اكون يعني عم باكل اطباق رئيسيه، نعمل شيرينج. هلا هذا شيء ثاني، ادوق صحنك تدوقي صحني. لا لا هذا شيء ثاني، بس انا تكون مثلا ساك بصحن جد جد، هذا مثلا نروح على مطعم ونطلب ثلاث اربع اشياء وناكل من كل شيء عادي، هذا شيرينج طبيعي. بس الشيرينج اللي مش طبيعي هو لما تكوني عامله صحن انت الك وحدا ياخذ منه، حدا ياكل منه. انا بتعرفي يعني انا بشوفها هاي ممكن تعمل طوشه اذا بدك. بالضبط، انا بنزل كتل. طيب بصير اطلب منك اقلب، شايفه هذا الشباك؟ يلا بس هيك حركيهم حركه خفيفه، ما دخلي لين اذا بتعصوا. الله يرضى، معدله معدله بسم الله، لسه ما حطيتها بالزيت. بالضبط بس هيك خلص، اوسع لك جزء. انت هيك ممتاز، بتعرفي شكلهم زي القرنبيط. القرنبيط. تمام، شفتي اللون ما احلاه. هلا بنطلعهم من الزيت، بس بدي اتاكد انه يستووا. بتعرفي بده يكون يعني، على فكره انا لما اجيت عند المقلاي هون شهوانتي بدات الريحه. بس تمارا خلينا نضل نحب بعض. يعني اضلني احرك على الخفيف. ما تغمقي بالتحريك. الله يرضى عليك. ايوه بس وسعي لي هون. يلا حاضر. ثانك يو. لا حاسه حالي بعمل كو بايلوت. كو بايلوت ميرسي ميرسي ميرسي. انت اعطي حالك شهرين. اعطي حالك، ما هو لسه جاي احكي لك 40 يوم، اعطي حالك شهرين تصيري تطبخي. طب انا عندي شعور انه هاي عم تنحرق، ولا يلا شو رايك في الموضوع؟ انا جاي اخر وحده بس نقليها. استني انا بدي احاول الفهم كلهم. حاولي بس اوسع لك. تمام اوكي، نشلح الجلوفز واجي اشوف الموضوع. طيب وكمان اطلب منك، دائما جوعانه هلا بطلب منك شيء سهل. بس بدي تخلطي لي الدريسنج اللي هي مايونيز وكاتشب وخل. مايونيز وكاتشب وخل. حاضر هون عندي. لو تفضلي امسكي المقلايه. هاتي اعطيني، بدي اورجيهم اللون. بس بدنا نجيب معلقه، معناته طلعوا اللون ما احلاه ذهبي. استنى هاي شوفوا ما احلاه، ما احلى اللون. ايش بدك؟ معلقة. ما تعودت لسه على المطبخ، هم عم بيحاولوا يغششوني وانا مش أنا عارفه مو مركزه. طيب قلتي لي مايونيز وكاتشب وخل، احطهم كلهم فوق بعض؟ كلهم مع بعض. المنظر هون والريحه شو احكي لكم. طيب جهز صحن. هلا بتخيل اذا ما بعمل باقي الدجاج رح ينحقد علي من الشباب. لا اعملي حبيبتي الكميه الكافيه الوافيه للكل. بس اوعك توسخي حالك، دائما بنقز انا لما تكونوا لابسين فاتح. اوكي هلا هذا بده يصير الصوص يعني لي، هذا الدريسنج. هلا بدي احطه اذا هلا بدي اشوف اذا عندنا بايبر، وبدي احطه على السلطه اخر شيء. طلعي ما احلاهم، هي احلى ناجتس بالبيت. بتعرفي الاولاد عندهم يعني حاله يعني حب للناجتس بشكل غريب، مع انه يعني ما بياكلوا كثير اشياء. بالضبط فيها دجاج بس بياكلوا الناجتس. اوكي شوفوا تخيل خلطته صح هيك اللون تناسق. ممتاز، انت اصلا كل شيء بتعمليه صح. ميرسي من المطبخ لك لمساتك، يعني ما اقدرش انكر صراحه. هاي هيك بتعطي الثقه للبني ادم انه يفوت المطبخ. بس سيبكم من المزح يا جماعه، يعني انا ابني الصغير بحب النجتس كثير، بس لقيت الفكره كثير سهله. وبتعرفي شكلهم حلو، يعني زي ما قلتي بجوز كل ما نصغر الحجم كل ما بيكون الموضوع اسهل. طبعا بتقدري تعملي الحجم اللي بدك اياه، ما في اي مشكله. تقطعي الجار زي ما انت حابه. بدات لين تسكب السلطه اللي مش صحيه برايها. يعني سلطه دجاج مقلي كيف تكون صحيه؟ بس يلا ما وقفت على قليه هالدجاج يا لي. طيب هلا انا عندي هون خس، بندوره، مخلل، اللي انتم حابينه. كله فريش. كله فريش طبعا، اللي انتم حابينه بنقدر تقدروا تحطوا منه. بنقدر نضيف لها ذره، بنقدر نضيف لها ايش في افكار، هالبينو، الفاصوليا بجوز الحمراء كمان بصير. ممكن نقدر نعمل لها الدريسنج اللي احنا بدنا اياه. انا اعطيتك فكره كيف ممكن نعمل الدجاج المقلي بسلطه. بالضبط انا هيك بس عم برتبها بطريقه يعني ما
اوكي بعدين بدنا نحط الدجاج. اوكي بهالطريقه. هلا بنقدر كمان نكون عاملين الدجاج اصغر او بنقدر اذا قدرنا نعملهم بالكوكي كاترز. حلو. على الاشكال للاطفال برضو بحبوها. بالضبط. يعني انت اليوم عم تعطينا التبس السريعه جدا للاولاد. يعني بتعرفي انت بتحكوا علينا بالمحلات لما نروح نشتري النجتس تلاقيهم 6 حبات و9 حبات و12 حبه. لا وبعدين هيك بتكوني انت بالبيت عارفه ايش عم بتطعمي اولادك وايش عم بتطعمي ضيوفك. بتعرفي شغله ممكن كمان هم لما بيكونوا معاكي بالبيت وبيشوفوا الاكله يعني بيقدروا يفهموا شو بالضبط فوائدها. بتحمسوا بعدين. عبد الله منصور اهلا وسهلا فيك يسعد مساك. ام جسار بتقول لك وصفات روعه. محمد الزبيدي الله يعطيك العافيه يا شيف لين شمس اهلا وسهلا فيكي. عم بتقول لك سهى كانه اللي هي بتكون كيكه الاجبان دسمه لين. اه شوي دسمه لانه نسبه الجبنه فيها كثير. بتعرفي خطر لي فكره هلا لللانش بوكس هلا بما انه قربنا للمدارس صح. لازم نعمل وصفات لللانش بوكس. صح نعمل لنا حلقه لانش بوكس. وبتخيل جبنه الكيكه الجبنه بتزبط او الاجبان حتى بتزبط لانه فكره سهله بدل توست ممكن هي. طيب انا حطيت الدريسنج بهاي بس لاجل اوبا وقعت الهاي البلاستيك هي بس عشان ايش نعمل نزينها. نزينها بهالطريقة للسلطة. غطينا الدجاج هيك بس هيك خلصنا سلطة الدجاج المقلي.